عايزة أقول رسالة لصغار المربيين والكبار، اللي مش هيرخص في خلال 3 شهور هتتقفل المزرعة، علشان يبقى القانون ساري على الكل والقرارات سارية على الكل. هتتقفل حتى لو محتاجين لها مش عارف ايه الصناعة، بس في النهاية بندي 3 شهور لتوفير الأوضاع ان هو يجي علشان نرخص له، وان احنا التراخيص ما عادتش زي زمان. احنا اقصى حاجة اسبوع بياخد الرخصة، ده كان بيقعد بالشهور. فالنهاردة اللجان بتنزل وبتقيم، ففرصة عمره النهاردة ان ياخد التراخيص علشان يحس ان هو في امان، وفي نفس الوقت يقدر ياخد قروض، وفي نفس الوقت يقدر يعدل نظامه. فهنا الآلية دي كلها اعتقد ان هي هتبقى ليها مردود. ممتاز ممتاز. عملنا ايه في الفترة اللي فاتت كمان؟ احنا صغار المربين كان عندهم مشكلة مرضية، وحضرتك كنت فاكر برضو المشاكل اللي بيواجهوها. احنا حطينا يعني عملنا مشروع داعم لصغار المربيين اللي بيربي 20,000 اقل واقل. اوكي. لان احنا عندنا في مزارع طبعا فيها بنص مليون ومليون طائر. فدول انه اللي هيلاقي مشكله مرضيه بيتصل بينا على التليفون، يروح للوحده البيطريه، يروح المعمل البيطري، يقول انا عندي مشكله. بناخد العينات وبنفحص مجانا، ودي ميزه كبيره جدا. ممكن تكلفه العينه تتكلف 3000 جنيه لكن هو مش هيدفع. هي احنا كميزه كدوله انه عرفنا ايه المشاكل المرضيه، صح، ومنها بنعرف الخريطه الوبائيه، ومنها ده بيسموه الباسيف سيرفيلانس، من غير انا ما اقعد اوجع دماغي هو بيجي لي. هو صاحب الشكوى هو اللي بيتقدم، هو اللي بيتقدم.